شهدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين أمس بمقر المجلس الاستشاري في الشارقة الجلسة الختامية لدور الانعقاد 17 لمجلس شورى أطفال الشارقة والانعقاد 8 لمجلس شورى شباب الشارقة والتي حملت عنوان الذكاء الاصطناعي بين القيم والتشريعات. قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين خلال حضورها الجلسة الختامية لدور الانعقاد 17 لمجلس شورى أطفال الشارقة والانعقاد 8 لمجلس شورى شباب الشارقة والتي حملت عنوان الذكاء الاصطناعي بين القيم والتشريعات، أعربت سموها عن فخرها بالنماذج الاستثنائية من أعضاء المجلسين الذين شاركوا ممثلي حكومة إمارة الشارقة أفكارهم ومقترحاتهم، ووجهت حديثها للأعضاء وهنأتهم سموها على خوض هذه التجربة البرلمانية المتكاملة. أبنائي وبناتي أعضاء مجلسي شورى أطفال الشارقة وشورى شباب الشارقة، أنتم غراس سلطان، أنتم غراس المستقبل. الشارقة بكم تنهض والشارقة بكم تتطور، فأنتم سوف تحملون راية التعلم والتخطيط لإمارة الشارقة. فاسمحوا لي اليوم أن أهنيكم، لأن وجودكم على هذه المقاعد يعني أننا نسير في الطريق الصحيح. أهنئكم أولاً على خوض هذه التجربة البرلمانية المتكاملة، فبكم نحتفي بجهود سعت ل25 عام لتعزيز حس المسؤولية في أبنائنا وبناء شخصية المواطن الواعي بحقوقه وواجباته والذي يمثل هويته الوطنية في كل فرد من الأجيال المقبلة. وأنتم غراس آخر لهذه التجربة التي تفردت بها إمارة الشارقة تحت رعاية كريمة ورؤية سديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، والذي يظل دائماً عوناً وسنداً لهذا المجلس. أبنائي وبناتي، هذه مرحلة هامة من حياتكم اكتسبتم خلالها قدرات ومهارات شخصية هامة ستصنع منكم قادة للمستقبل لتصبحوا صوتاً للمجتمع وأذان صاغية لاحتياجاته، والأهم من ذلك أن تكونوا اليد التي تعين الحاكم في التشريع واتخاذ القرار بما فيه مصلحة للإمارة ومواطنيها. فلتكن نيتكم الأولى التغيير وخدمة المجتمع، والنظر إلى الأمور نظرة الابن البار المصلح، ولا تجعلوا هدفكم الأسمى من عضويتكم في هذا المجلس جلوسكم على هذه الكراسي وأخذكم الألقاب الرنانة ومشاهدة صوركم في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي مصحوبة بعبارات المديح، فمن السهل أن تنخدع نفوسكم بهذا البريق. تيقنوا أن كل ذلك زائل، ولن يبقى إلا عملكم وصوتكم وسعيكم لخدمة المجتمع والمشاركة في بناء مسيرة التطور في هذه الإمارة. تبنت كل دورة من مجالس الشورى في الشارقة عدداً من قضايا الجيل وهمومه، وناقشت الكثير من الأفكار التي مهدت الطريق للدورات المقبلة بأن تحمل رسائل أكبر ومسؤوليات أعمق. وأنتم اليوم تعيشون عصراً مختلفاً تحقق فيه ما كنا نراه يوماً ضرباً من الخيال، وتسارعت خطوات الحياة نحو عالم يعتمد على التقنيات والذكاء الاصطناعي بشكل مكثف، فتكاسلت العقول عن البحث والتقصي للوصول إلى الحقيقة، وغفلت العيون عن حقيقة الصور التي تنشر، فشاع التلفيق باسم التطور ومجارات التكنولوجيا والتباهي بالاتكال على الذكاء الاصطناعي، وأصبحت أولوية البعض هي الراحة ليقوم الذكاء الاصطناعي بحل الواجبات وكتابة المشاريع وصياغة الرسائل، فلا يبقى للإنسان مهمة يقوم بها سوى النسخ واللصق. وكم يؤسف أن نرى ما تم اختراعه ليكون وسيلة لنقل المعرفة قد أصبح عند الكثيرين غاية تشغلهم عن الأهداف الأسمى وتبعدهم عن القيم والمبادئ. وأريد أن أؤكد هنا أن ذلك لا يعني أن ننكر أهمية التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي،
فتلك أدوات ذات إمكانيات هائلة، يمكن للفرد من خلالها أن يبني قدرات جديدة ويعزز التفكير الإبداعي لديه. لكن ما نحتاجه هو فهم أسلوب التعامل الأمثل مع التقنيات الحديثة واستخدامها بحكمة لتسهل على الفرد إدارة وقته وتحسين إنتاجيته بطريقة فعالة. فلا تجركم هذه التقنيات المتقدمة إلى تبني عادات دخيلة وأفكار تتعارض مع المبادئ والقيم التي نشأتم عليها، بل كونوا أنتم من يقودها إلى نشر وتعزيز هويتكم الوطنية وتقاليدكم الأصيلة. فالذكاء الاصطناعي ما هو سوى لغة برمجية، وكلما فهمنا سنطوع هذه التقنية لتكون في مصلحة الإنسان. لذا يجب أن نعمل على إرساء ميثاق أخلاقي ونظام قانوني ينظم آليات استخدام الذكاء الاصطناعي والتعامل مع التقنيات المتقدمة، والتطرق إلى الآثار الجانبية المتوقعة على مبادئ الخصوصية والأمان، ونرى في الذكاء الاصطناعي شريكاً في بناء مستقبل الأجيال والمجتمع، ولنسخر قدرات الفرد في هذا العصر لنستلهب منه الإبداع والنهوض بالمجتمع إلى مستويات أكثر رقياً. أبنائي وبناتي، سيحمل الزمن القريب تغيرات محتومة، وواجب علينا أن نكون على أتم استعداد لتبني هذه التغيرات والتعامل معها. ولتكن بوصلتكم في اتخاذ القرارات هو منهج والدكم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، الذي يحث أبنائه دائماً على الاستمرار بنهل العلم والمعرفة. فالاطلاع المستمر على تغيرات القطاع التقني والذكاء الاصطناعي تجعلكم جزءاً من هذه الثورة الرقمية. ولنستثمر في التعليم والتدريب ونشجع الابتكار الذي يخدم البشرية، ولا يضع المال كأولوية لنصنع بيئة يتناغم فيها التطور التكنولوجي مع احتياجات الإنسان وطموحاته. تمنياتي لكم بالتوفيق والسداد في المرحلة القادمة من حياتكم، ونسأل الله أن يكون عوناً لكم في كل ما ينفع الوطن والمجتمع. مداخلات أعضاء مجلس شورى أطفال الشارقة أكدت أهمية القيم والتشريعات في استخدام الذكاء الاصطناعي، بينما طرحت مداخلات أعضاء وعضوات مجلس شورى شباب الشارقة قضايا مختلفة مثل الحفاظ على الهوية الإماراتية وتعزيز التعاون بين الشارقة الرقمية وسلامة الطفل، والحاجة لإطار أخلاقي واضح للذكاء الاصطناعي وأثره على سوق العمل. وفي ردود ممثلي حكومة الإمارة تم تأكيد أهمية تعزيز الوعي بمبادئ الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، مشيدين بمبادرات الدولة في هذا المجال، ومؤكدين دعمهم للجهود الشبابية في فهم الجوانب التقنية والأخلاقية لهذه التكنولوجيا. حضر الجلسة ممثلو حكومة إمارة الشارقة، كل من الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، وسعادة كل من الدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وهنادي اليافعي مدير عام إدارة سلامة الطفل بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وعائشة محمد السويدي مدير إدارة التشريعات في الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، إضافة إلى أعضاء مجلس أمناء مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، وعدد من قيادات المؤسسات المجتمعية التي ترأسها قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة.